السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة أم سندس. اليوم نهار العيد وغادي نشارك معكم شوية من الأجواء، واخا ما عنديش الوقت نهائيا. كنوجد باش نسافر مباشرة مورا العيد ان شاء الله، وعنديش لا ما يدار، كانوا عندي لو كوموند ما مسالياش كاع. نتوما ما كتشوفوا في الفيديو تاعي ما كنقدرش نصور بزاف، ولكن غادي نشارك معكم شوية ضروري. وكنبغي نقول لكم عواشر مبروكة، الله يدخلها عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله ورفع علينا هاد الوباء يا ربي ان شاء الله، وشفي جميع امراض المسلمين. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. صافي غادي ندوزو باش نشويو ان شاء الله، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب تاعكم. بغيت غير نشارك معكم شويه من الاجواء ونقول لكم ونبارك لكم عواشركم مبروكه. ودابا غادي نخليكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للغدا تاعنا غادي يكون غير شوا، ودرت شويه تاع لاصالات حيت فريمون عيتنيت هاد الايامات مع الطلبيات، وكما قلت لكم كنجمع حوايجي باش نسافر ان شاء الله. وكما قلت لكم بسلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساونيش التشجيعات تاعكم بلي لايك لي كومونتير والبارطاج تاع لا فيديو مع صحابكم وحبابكم وفي المواقع التواصل الاجتماعي. نخليكم بسلامة عليكم.